السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لإنشاء الجدول والقناع الإدخال للطايم، بنسيف الجدول وبنخش على الديزاين، بنوقف على الحقل اللي هو مراد تغييره إلى قناع إدخال بالطايم. إحنا هنا لو عملنا طايم، داتا طايم زي ما انتم شايفين اهيت، التغيرات اللي فيه مش هيبقى نفس التغيرات بتاع قناع الإدخال. هنا بتختار عن طريق الشريط، وتختار اليوم. انما القناع الادخال الاخر وهي ادخال يدوي، بنعمل هنا شورت تكست مش مشكله، وبنخش على الديزاين، وبنخش هنا عند الحقل التاني، وبنخش هنا عند قناع الادخال دوت، وبنختار اللي هو اللونج تايم. ده ادخال يدوي. الفرق ما بينهم اللي هو احنا قلنا دوت بيبقى بيختار من التاريخ من النتيجة، انما هنا زي ما انت شايف ادخال يدوي. ادخال يدوي هنا بتبقى الساعة 23 مثلا وخمسين دقيقة وعشر ثواني، وهنا بنكتب الاي ام او بي ام. وبما ان طبعا الساعة بي ام يعني نظام 12 ساعة، يبقى هنا ما ينفعش نكتب 23، يبقى هنا الساعة 11 بي ام، يعني 11 مساء. وايضا ممكن الصيغة التانية بتبقى الساعة 10 بالظبط وخمس ثواني صباحا، اللي هي اي ام. ده قناع الادخال اليدوي بالنسبة للوقت. وبرضك بينطبق عليه في لما تحول نموذج جدول نموذج، وبنسيف النموذج اهو، بيظهر معانا برضك قناع الادخال، بيديك الضوابط الايه للادخال الصحيح. ده بالنسبه لادخال اللونج تايم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.